محمد فضيول الكاتب الإقليمي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بفاس. احنا كجامعة وطنية للتعليم نزلنا الى جانب التنسيق النقابي الخماسي في اطار تنفيذ وتنزيل البرنامج النضالي الوطني، واللي من اجل الاحتجاج اولا على الوضعية اللي كتعيشها المدرسة العمومية بشكل عام، وكذلك كندو بالنتائج ديال الحوار المركزي اللي كنعتبروه النتائج ديالو هزيله. كندو كذلك بتعطيل الحوار القطاعي اللي في نظرنا ما استطاعش انه يجاوب على الانتظارات والمشاكل اللي كتعج بها المدرسة العمومية، وخاصة اللي تتعلق بالجانب ديال المورد البشري، كالمشكل ديال ضحايا النظامين، المشكل ديال زنزانات السعود، المشكل ديال حاملي الشهادات، المشكل ديال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اللي كنعتبروه بطبيعة الحال واحد المدخل أساسي من أجل خصوصة المدرسة العمومية، واللي كنعتبروا الخصوصة المدرسة العمومية هي أولا ملك نتاع الشعب المغربي، ممولة من طرف الأموال ديال الضرائب اللي كتستخلص من جيوب المواطنات والمواطنين، واللي كنعتبروا أن هذه المدرسة العمومية غير قابلة للتفاوض ولا للنقاش من أجل الخصوصة ديالها. إذن هذا هو الإطار اللي جات فيه المسيرة الاحتجاجية الإقليمية اليوم على غرار باقي الأقاليم في ربع البلاد، وبطبيعة الحال باش نوصلوا الرسالة ديالنا كشغيلة تعليمية للمسؤولين في هذه البلاد، وكندقوا ناقوس الخطر من أجل أولا الاهتمام بالقطاع ديال التعليم باعتباره رافعة أساسية من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا، وكنعتبروا أن الاهتمام بالمدرسة العمومية هو مدخل أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. إذن هذا هو هذه هي المطالب ديالنا، وبالإضافة إلى المطلب الأساسي اللي هو الإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفيات الاحتجاجات السلمية اللي شهدتها بلادنا في السنوات الأخيرة، سواء تعلق الأمر بالريف أو بجرادة أو بغيرها من المناطق، وكذلك للتنديد بالقمع اللي تتعرض له الحركات الاحتجاجية، سواء تعلق الأمر بالاحتجاجات اللي كتقودها الشغيلة التعليمية والفئات التعليمية المتضررة، سواء يعني الفئات العريضة اللي كتقودها الحركات الاحتجاجية الاجتماعية من أجل مطالب اجتماعية صرفة. إذن هذا هو الإطار، وهذا هو السياق اللي جت فيه هذه الحركة الاحتجاجية المتمثلة في المسيرة الإقليمية. وإحنا كجامعة وطنية للتعليم إلى جانب باقي النقابات بطبيعة الحال ملزمون بالتنفيذ ديالها، وكذلك ملزمون بالدفع من أجل يعني الاحتجاج أكثر من أجل المطالب ديال من أجل تحقيق المطالب ديال نساء ورجال التعليم وعموم الشغيلة التعليمية. فما لا يؤخذ بالنضال ينتزع بمزيد من النضال. كنحييو الإخوان ديالنا والأخوات ديالنا، سواء في التنسيق النقابي، سواء الشغيلة التعليمية اللي حجت واحتشدت اليوم في هذه المسيرة الاحتجاجية، وإن على عهد النضال لسائرون. وتحية للمنابر الإعلامية، وتحية للشعب المغربي، وتحية للعاملات والعاملين بالقطاع ديال التعليم وباقي القطاعات الأخرى، وشكرا. بطبيعة الحال المكاتب الوطنية بعد تقييم ديالها الجولات الحوار اللي سواء في اللجان الموضوعاتية أو سواء كمكاتب وطنية، يعني بان النتيجة اللي خلصوا لها من بعد نقاش عميق وتقييم عميق لهذه الجولات، بان على أن وزارة التربية الوطنية غير جدية في التعاطي ديالها مع الملفات ومع القضايا اللي كتهم الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية. إذن فاحنا كنرفضوا الجلسات العقيمة
الجلسات اللي ما غادي تفضيش النتائج واللي غادي تستجب بطبيعة الحال الانتظارات ديال الشغيلة التعليمية. ومن أجل ذلك احنا إلى جانب التنسيق النقابي يعني ما كانش عندنا خيار هو تفرض على النقابات، طالما أن الوزارة والحكومة غير جادة في التعاطي مع الملفات اللي كتطرح على طاولة الحوار، واللي كنعتبروا على أن هذا الحوار معطل من 2011 إلى حدود الساعة اللي تنتكلموا، مازال الحوار معطل، مازال الحكومة والوزارة ديال وزارة التربية الوطنية غير مستعدة وغير جدية في التعاطي ديالها مع مختلف القضايا وخاصة مع المدرسة العمومية، وهي عندها واحد الهدف، هذا واحد الهدف هو تمرير القانون 51/17 اللي هو قانون الإطار اللي كنعتبروه مدخل للخوصصة ديال التعليم. ولذلك الفحوى ديالو هو فيه مجموعه ديال البنود، ولكن اللي كنعتقدوا هو ان اللي الاساسي فيه في نظرنا هو الداعي الى خصوصا الى الرفع من الرسوم ديال الرسوم ديال التسجيل للتلاميذ، بمعنى الدفع الاكثر من جيوب المواطنين والمواطنات، مع العلم ان القطاع ديال التعليم ممول من طرف المواطنين والمواطنات يعني من الضرائب. هذا جانب. الجانب الثاني هو يعني التعميق ديال الترسيم التعاقد في القطاع، واللي كنعتبروه كذلك هو مدخل من المداخل الاساسيه لخصوصة المدرسه العموميه. هادو جوج ديال الحوايج في نظرنا كافيين باش نرفضوا القانون الاطار بما فيه.